مرحبا فيكم مشاهدينا في يوم مخصص ليوم المرأة البحرينية التي أثبتت وما زالت تثبت يوما بعد آخر كفاءتها وتميزها في كل ما تولي من مهام وما أوكل إليها من مسؤوليات. وأكدت أيضا المرأة البحرينية حضورها القوي وعطائها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك مشاركتها في المجال التشريعي والبلدي، والتي بيّنت قدرتها الكبيرة في دعم التشريعات والقوانين وتقديم المقترحات أيضا. وأكيد أرحب بزميلتي منال. صباحك الله بالخير منال، وكل عام وانتي بخير. صباحك نور، وانتي بألف خير وصحة وسلامة عائشة. وأكيد اليوم يعد الاحتفال بيوم المرأة البحرينية من المناسبات الوطنية التي بدأت تحظى باهتمام واسع من قبل كافة المؤسسات الرسمية والأهلية، وهي أيضا مناسبة هامة لإلقاء الضوء على المحطات الهامة في مسيرة عطاء ومشاركة المرأة البحرينية في دعم عجلة التنمية الوطنية في مختلف المجالات والأصعدة. أقامت الأمانة العامة لمجلس النواب احتفالية بمناسبة يوم المرأة البحرينية، المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، للنساء المشاركات وأعضاء في البرلمان وموظفات الأمانة العامة بالمجلس. خلونا نتابع هذه التغطية سريعة ونرجع لكم من جديد. مشاهدينا، صفحة ثابتة عبر جريدة أخبار الخليج للمرأة البحرينية، يتم من خلالها إجراء لقاءات مع سيدات البحرين ليعبرن من خلالها عن إنجازاتهم وأعمالهم ومهاراتهم وما حققوه من نجاحات، لتصل للرأي العام وليتعرف عليها الجميع. ولمزيد من التفاصيل معانا في الاستوديو الإعلامية هالة كمال الدين، كاتبة عمود ومحررة صفحة بصمات نسائية في صحيفة أخبار الخليج، عضو جمعية الصحفيين البحرينية. صباح الخير أستاذة هالة. نورتينا. ونورتنا أستاذة. إذا ممكن تكلمينا، تميزتي بتوثيق سيرة عدد من البحرينيات من خلال صفحة بصمات نسائية، و يعني تعبتي على أن تبينين هذا الشيء، إذا ممكن تحدثينا عن ذي الإصرار أن دائما تبينين أهمية ودور المرأة البحرينية. نعم، في البداية اسمحوا لي بس أهني صاحبة السمو أميرة البحرين. نعم. ونساء البحرين جميعا بيوم المرأة. بالنسبة لصفحة بصمات نسائية، في الحقيقة الصفحة دي جت ترجمة فعلية على أرض الواقع لسياسة انتهجتها أخبار الخليج عبر تاريخها الطويل، وهو ما يتعلق باحترام المرأة وتقدير دورها. واللي رسم هذه السياسة أستاذي الفاضل أنور عبد الرحمن رئيس التحرير، وهو اللي اقترح إن احنا نستحدث صفحة تخص المرأة أسبوعية ننفرد بها عن باقي الصحف الأخرى. وبالفعل من حوالي 4 سنوات انطلقت الصفحة، والحمد لله لقت نجاح كبير وتجاوب من المجتمع بشكل عام. وحاولت من خلالها إن أنا أسلط الضوء على تجارب نسائية متميزة وقصص نجاح وكفاح وتحدي في مختلف المجالات، سواء في الطب، في التعليم، في التجميل، في الرياضة، في كل المجالات. جميل. وفي الحقيقة الكم اللي احنا طرحناه في الصفحة دي
كم التجارب النسائية المتميزة أبهر المجتمع، لأن احنا حاولنا نسلط الضوء على تجارب لم تكن تحت الضوء من قبل وقدمناها للمجتمع بصورة إيجابية. وبس كنت عايزة أكد على موضوع النهج اللي ماشي عليه أخبار الخليج أو السياسة فيما يتعلق باحترام المرأة ودورها، إن احنا أمس عدد أمس الصادر من جريدة أخبار الخليج جعل من خبر فوز 10 برلمانيات من النساء منشط رئيسي للجريدة، وده دليل أو بيعكس نوع من التكريم ونوع من الاحتفال والمشاركة بالفوز، نوع من اهتمام جريدة أخبار الخليج بالمرأة ومجال المرأة سواء في شتى المجالات. يعني أستاذنا بنتكلم شوي، يعني حين الصفحة صار لها سنوات كثيرة، فهل حققت هذه الصفحة طوال هذه السنوات الهدف المرجو منها؟ أكيد حققت الهدف، لأن احنا قدمنا نماذج وقصص وتجارب مبهرة للمجتمع عن قصص كفاح وتحدي ونجاح على مختلف الأصعدة، وبالتالي أصبح في تجاوب مع الصفحة وفي متابعة وفي لها قراءها، والقراء قاعدين يتزايدوا مع الوقت بشكل كبير، فأعتقد أن احنا حققنا الهدف. الله يديم تحقيق الأهداف إن شاء الله. احنا ندري أن في تعاون بينكم وبين مجلس الأعلى للمرأة، فإذا ممكن تصفين لنا هذا التعاون؟ لا شك أن المجلس الأعلى للمرأة بيلعب دور قوي وكبير جدا فيما يتعلق بإبراز الكفاءات النسائية البحرينية، وبيقدم لها كل أشكال الدعم سواء دعم مادي أو معنوي أو استشاري، بيدلل كثير من العثرات أمام المشاريع النسائية اللي حابة تنطلق، وبالتالي يعني الصفحة والمجلس الأعلى للمرأة هدفهم واحد وهدف مشترك، وهو أن احنا نبرز هذه الكفاءات وندعمها ونشجعها. يعني احنا نبي نعرف هل هناك مثلا خطط لتطوير هذه الصفحه لتكون مثلا مرجع لكل مثلا او ارشيف لجميع ما يذكر او انجازات المراه البحرينيه، سواء كان هاي الارشيف ممكن يرجعون له داخل مملكه البحرين ام خارج مملكه البحرين؟ هو بالفعل هي اصبحت بتوثق يعني حقبه في تاريخ المراه في البحرين، حقبة ابتديناها من 4 سنوات وإن شاء الله نواصل بعد كده. وأنا مؤخرا يعني في الفترة الأخيرة تلقيت أكثر من اقتراح من أكثر من جهة إن احنا نوثق هذه التجارب في كتاب. جميل. وبالفعل أنا عرضت الفكرة على أستاذ أنور رئيس التحرير، وقاعدين نبحث الفكرة حاليا وإن شاء الله الفكرة ترى النور قريبا إن شاء الله. لو راح يصدر هذا الكتاب شنو ممكن راح تسمونه؟ يعني أنا ما فكرتش في عنوان الكتاب، بس أكيد عنوان بيتعلق بالمرأة، يعني نفس عنوان العمود تقريبا، يعني لسه ما فكرتش قوي في عنوان الكتاب، بس إن شاء الله بيطلع عنوان يجذب القارئ ويعبر عن المضمون. إن شاء الله تصدرين هذا الكتاب، وإحنا إن شاء الله بنكون من أول الناس اللي يأخذونه ويشوفونه، لأن فخر لنا إن احنا نرجع أو عندنا مرجع حق إنجازات المرأة البحرينية بالذات. إن شاء الله. فإحنا درينا أن أنت كرمتي من صاحبة الأميرة صاحبة السمو سبيكة بنت إبراهيم الخليفة بيوم المرأة، كيف تصفين لنا هذا التكريم؟ أنا تم تكريمي في عام 2013 في يوم المرأة، وكان الشعار في الوقت ده المرأة الإعلامية. أكيد طبعاً كنت سعيدة جداً بهذا التكريم وفخورة، وأكيد مثل بالنسبة لي دافع قوي لمزيد من العمل والاجتهاد والعطاء في مجالي. يعني هل تحسين هذا التكريم أثر على الناس اللي حوالينك بعد؟ أكيد التكريم بيبقى شيء بيمثل حافز معنوي كبير جدا لأي حد، وأكيد هو ده شعور أي حد ينال هذا الشرف. نعم طبعا أنت فخر لنا أستاذنا، وإنجازك جدا كبير أن أنت تخصصين عمود في جريدة أخبار الخليج لنقل كل ما هو مهم أو إنجازات المرأة البحرينية. كل الشكر لك على تواجدك اليوم معنا، وكل عام وأنت بخير. وأنتوا طيبين. كلمة أخيرة، بما أننا في برنامج اسمه شمس البحرين، أحب بمناسبة يوم المرأة أقول للمرأة في البحرين أنت شمس البحرين،
وستظلي مصدر للنور والإشعاع والدفء لكل المجتمع. إن شاء الله. شكراً على هاي الكلمات الجميلة. تسلم. شكراً لك. مشاهدين، دور المرأة كان له أثر مو بس في الانتخابات بل على جميع الجوانب. خلونا نشوف هالفيلم القصير اللي يبين دور المرأة البحرينية ونرجع لكم. نتابع. إن ذكرى العيد الوطني المجيد ويوم المرأة البحرينية توأمان في نسيج واحد، ويومان مشرقان من أيام البحرين الخالدة.
رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. للمرأة البحرينية دور بارز في الحياة السياسية، وتمكنت أيضا من تحقيق إنجازات ملفتة في المجال التشريعي والعمل البلدي. لتفاصيل أكثر خلونا نشاهد هذا التقرير. النائب البرلماني شنو مطلوب منه أو شنو مهامه؟ هو عنده أدوات دستورية لابد أن يستخدمها في التشريع، في عدد الاقتراحات القوانين اللي بيقدمها، في الأسئلة الشهرية للوزراء، طلب لجنة تحقيق في أمر معين، مراجعة ديوان التقرير المالية والإدارية، مراجعة برنامج الحكومة والموافقة عليها والاعتماد الميزانية. لابد أن نقيم دور النائب، لابد أن نأخذ هذه في الحسبان، مو بس أن نركز على الخدمات اللي هي مسؤولة البنية التحتية والمسؤول عنها النائب البلدي. مشاهدينا، ضيفتنا اليوم هي نموذج للمرأة البحرينية التي نفخر بعطائها وإنجازاتها طوال مسيرتها المهنية. كان لها بصمة واضحة أيضا، ووضحت الأثر في المجال الطبي والسياسي. الدكتورة سمية الجودر ضمن أول امرأتان تفوزان بعضوية مجلس النواب بالاقتراع الحر المباشر. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح النور، نورتينا. الله ينور عليكم. يعني دكتورة، نبي نتكلم عن شعورك لحظة الفوز في عام 2011. طبعا الشعور لا يوصف. نعم. وتجدد مع خوضنا قريبا هذه التجربة الديمقراطية والعرس الديمقراطي. يعني نفتخر ان البحرين ذاك الوقت كانت في وقت حرج بعد أزمة. نعم. ان استطعنا ان يكون لنا بصمة. نعم. في الحقيقة يعني عرض علي قبل 2011 أن أخوض التجربة السياسية، فقط ارتأيت ذاك الوقت أن خدمتي في المجال الطبي يمكن يكون أعم، مهنتك الأساسية. أساسية. نعم. لكن بعد الأزمة لما صارت في 2011 حسيت من واجبي أني أخوض هذه التجربة لأكسر للناس أن هذه أفضل وقت وصول المرأة للمجلس النواب. صار لك دافع. صار لي دافع. واللي يعني خلاني أتحمس أكثر، قلت لأن ذاك الوقت صعب أن يعني يتم التصويت للمرأة. نعم. فقلت إذا ما خضت مرأة عندها خبرة سابقة وتجارب سابقة تخدم الناس، يعني شريحة من الناس تعرفها، ممكن ما بيكون مجازفة كثيرة. صحيح. بس حسيت أن هذا الوقت، أن الوتر حساس، إذا استطعت أنجح. وكان هدفي مو مجرد وصولي، كان وجودي إنه أضع يعني سلم خطوة حق كل النساء بعدي. وهذه الصدق اللي سويتيه ما شاء الله. نعم. فلما فزت ما حس إن أنا فازت، حسيت فازت كل امرأة في البحرين فازت. صحيح. صحيح. نعم. يعني فعشان كذي كان، وحسيت هالرسالة لازم أديها. فلما فزت وصل لي هذا الخبر، يعني فعلًا يعني قدرت الحمد لله، الله قدرني على الأمانة. الحمد لله. نعم. خلينا نتكلم عن الانتقال المفاجئ من الطب الى السياسه، ممكن تكلمينا؟ ترى في كثير، يعني مو بالنقفسه كثيره. نعم. انا اتذكر في بدايه التسعينات، اواخر الثمانينات التسعينات، كانت عندي لما قضيه جاتني فتاه تعرضت لاعتداء من قبل امها، سببها ان عندها التبول لا ارادي، وعرضتها الى حرق على اساس اللي هذه القضية ممكن أي طبيب يعالجها وينتهي. نعم. أنا من هنا حركت في أمور، فبحثت قلت هل يجد لنا قانون يعني حتى لو كانت المعتدية الأم في صالة. نعم. وتفاجأت أن إذا طبيب شك ولم يتم التبليغ يعتبر جنحة أن الطبيب قصر. نعم. من هنا فتحت عندي أبواب. من ذاك الوقت أنشأت في وزارة الصحة لجنة حماية الطفل من الاعتداء وسوء والإهمال. بعدين جت قضية بعدها بكم شهر اهتمامي بمرضى المخدرات والإيدز. وشرعت يمكن أنا أول طبيبة تطوعت يعني بطوعية بنفسي أني أنا مستعدة أن أهتم بهذه الشريحة، لأنها كانت منبوذة من قبل كل الأطباء. فحضوري
السنوي أمثل البحرين من خلال الأمم المتحدة والمنظمة الصحة العالمية، لابد كنا نخلط بين التشريعات وبين يعني حتى في هني ابتدت اهتماماتي تزيد بالقانون، خاصة في بداية الثانوية كان عندي ميل حقوقي، يعني أدرس حقوق وطب، بس لأن حصولي على البعثة الحكومة وجهتني أن كانوا اهتمامهم يبون أطباء أكثر من أي مجالات ثانية. نعم. فكنت أقرأ وانخرطت أنا في أول جمعية انخرطت فيها وأنا في أثناء دراستي في جامعة عين شمس، كانت في جمعية اسمها أصدقاء المرضى، فانخرطت في أعمال يعني وأنا عمري كان 18 سنة، فانخراطي هذه أعطاني مجال ثاني ودخلت في عالم تطوعي ودخلت يعني كل هذه المجالات تفتح أفقك. فأنا أقول كل أي تخصص كان ترى المجال السياسي له منفذ لنافذة الدخول عليها، لأن السياسة لما نتكلم السياسة ما هي إلا هي توزيع الحقوق، توزيع الفرص للجميع. نعم. فإذا أنا كنت في لي مجال ممكن أنا دخلت من مجال الطبي، لكن في ناس ممكن مجال الاقتصادي، في ناس من مجال الحقوقي، يعني ترى كلنا يعني نكمل بعضنا البعض. نعم. دكتورة ما شاء الله من كلامك يبين حبك للناس ما شاء الله، يعني والله الحمد لله، يعني لو الناس ما قدرنا يعني انا دائما اقول حتى انا اللي يعني خضرم تجاربي المرضى نفسهم، لان هم يوثقوا فينا واعطونا. نعم. يعني فتعلمت حتى الاشياء كثيره من المرضى، ولا اخجل. نعم. اني اعترف ان انا تعلمت من المرضى. نعم. يزيدني شرف. نعم. يعني نعم. صراحه والناس حبوني وانا حبيتهم، يعني احنا نحبك العافيه. يعني دكتوره نبي نتوسع شوي في المجال السياسي، يعني شنو اللي اضاف لك السياسه في حياتك؟ السياسه شنو اضافت لك؟ طبعا اضافتني كثير، هي صح كنت 3 سنوات وانا في البرلمان، لكن في هذه 3 سنوات لا تقل عن 30 سنه، يعني 30 سنه خبره. اولا هناك مجال لما الواحد يدخل داخل البرلمان يترفع عن أشياء أمور شخصية، يعني لابد إنه يكون عنده قضايا يهتم. نعم. أنا دخلت كان في قضية ما قلت لكم، يعني الاعتداءات عن الأطفال، العنف الأسري، المرضى الإيدز، حقوق، مسؤولية الأطباء، أنا دخلت عندي قضايا أحملها. نعم. على طول شرحت في أبحث، وكان يعني قانون الطفل كان مقدمته يعني وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، لكن كان لي بصمة من لأن كنت أنا من مقدمين اللي طالبوا. نعم. وأتذكر أول قانون تم تصويت عليه من قبلنا كان قانون حماية الطفل، كنت سعدت إن حسيت إنه اللي كنت بديت هالخطوة كلجنة إذا توصل إلى قانون، وحضرت إن أنا في التصويت عليه كأن أنا تخرجت من هذه القضية. نعم. والقضايا المرأة طبعا هناك في لجان في البرلمان، كان طبعا لجان، وجدت نفسي في لجنة الخدمات لأنها تعني بالوزارة الصحة، بالإعلام، بالعمل، بالخدمات، المؤسسات الخدماتية في الحكومة كلها. فالواحد كان قبل كان لابس يعني قبعة هو موظف حكومي، أي لما تنزعين أنت يعني هاي القبعة وتلبسين قبعة بتصيرين تشريعية رقابية، بتشوفين شلون أنت ايش كثر يعني لمستي نجاحك وطلعتي على ملفات يمكن حتى قايبة عنك من نظرة شمولية، تعلمت توسعت نظرتي، يعني كل ما هذه يضيف لك. طبعا التفاوض مع بقية الزملاء اللي بتبين تقنعينهم يقفون معك، يعيدونك في تصويت معين في شيء معين، يعطيك لازم تتعلمين مهارة التفاوض، إذا الواحد ما عنده مهارة التفاوض ممكن إنه يسلب حقه بس من الضعف، لازم الواحد يعتز برأيه ويكون مبني على أخذ مشورة، يعني كثير من القضايا أنا أخذت آراء يعني حقوقي يعني محاميين مخضرمين عشان اكون على اضع نفسي صحيح. على يعني قاعده يكون عندها، كنت ابحث اسوي خلاني اضطر ساعات تسوين دراسات عشان تقتنعين تقارنين من الدول الثانيه، يعني احنا كان عندنا الادله والبراهين نعتمدها كلها الابحاث الطبيه، انا في داخل البرلمان تعلمت ترى السياسه لها دراسات وابحاث مبنيه على الادله والبراهين. نعم. فهاي وسعت مداركي، كنت فاهمه انا بس ان هذه شيء علمي، لكن اكتشفت ان لا، حتى في القوانين هناك يعني تجارب دول تقدرين انت تاخذينها، يعني حتى انا استعنت بتجربه اللبنانيه في القانون للتعليم العالي، يعني نعم. استعنت بهم وقدمته على اساس حق
التعليم العالي. ففي قوانين حسيتها كانت يعني قدرت اسويها يعني لله الحمد لما سووا تقرير اخر فترتنا اخر سنه، فلله الحمد كنت اكثر واحده قدمت قوانين في ذيك الفتره، انا 14 قانون قدمت ما شاء الله. اي وكان يعني كنت يعني فرحانه لما حطوا هذه ان اكتسحت انا اكثر واحده، فحسيت ان دائما المراه تفتخر بتكون نعم. ان انا فعلا غلبت نعم بالذات ان تجاربك ما شاء الله كثيره فتقدرين تصيغينهم نعم. الى قوانين قوانين نعم. فدكتور احنا طبعا كلنا شهدنا نجاحك التشريعي والنجاح التشريعي والنجاح الطبي، فاذا ممكن تخبرينا شلون النوع عند الدعم المعنوي والمادي اللي حصلتي؟ نعم. اول شيء صراحه انا كنت في راجع البيت وحطه على الاذاعه ويعلن كان وزير العدل بدعوة أنه بيكون في انتخابات تكميلية نعم. وأنا في السيارة حسيت أن كأن الكلام موجه لي نعم. ودخلت على القدم مع زوجي أقول له أقول حق زوجي عيسى جاتني فكرة أني أدش الانتخابات، قال لي قدمي ما في كون واحدة يعني شو يسمونه يعني مهم. ها اول ما قال لي قلت شوف انا بس نجحت الحين انا نجحت دعمك انت دعمك هذه اللي اول كلمه قلت لي ما بيكون واحدة يعني اقدر مني ولا اكثر مني علم ولا شيء، فحسيت يعني قلت له بس خلاص يعني. لكن تعرفون احنا النساء دائما نحب ناخذ الاراء نعم. خذت راي اختي امل لانها خاضت التجربه الانتخابات في 2006 نعم. بس نعم. ما يعني يمكن الله وفقها تتم في وظيفتها تكمل دورها. بعدين كان جاري الأستاذ فريد جاري ظهر بيته مع بيتي وهو فريد قاضي وهو نائب سابق نعم. فاتصلت فيه قلت له تتفضل عندي اليوم المساء إذا أنت ذي أبا ناقشك في موضوع مع زوجي، قال لي إن شاء الله حاضر وياه في بيتنا وقعدنا. قال لي انا اقول لك قال لي من الحين انا بايدك وانا كل الاشخاص اللي قال لي دكتوره انت خدمتي البلد في كل الشرائح نعم. وقال لي توني عندي قضيه يعني مال قضيه مخدرات الاهل يقولون لله مو وقفت دكتوره سمية ويانا ما نقدر ايش صار، فقال لي سبحان الله اليوم يقول لي القضيه توني وانت حين تناديني قلت ما رشد الصدفه يقول لي سبحان الله قال لي خلاص روح هاي الكل وياك نعم. فلما استشرت هذه زوجي واختي وجاري قدمت العزيمه ورحت خلاص سالت شنو الاجراءات، وكان المجلس الاعلى للمراه يعني يوجه دعوته لاي احد يبغي يدخل هذه، فقمت بالاتصال بهم وقلت لهم انا ان شاء الله معزمه ادش الانتخابات. وطبعا حصلنا يعني مسانده معنويه جدا من المجلس الاعلى للمراه، وتم تدريبنا حتى اتذكر كان في رمضان يعني كان يبتدي عندنا عقب الفطور الى الفجر يعني نسحر ونرقد يعني كان ما شاء الله. طول الايه وكانت الاستاذه دلال الزايد يعني دربتنا ولله الحمد. وفتره ثانيه كانت الاعلاميه الشيخه دكتوره مي العتيبي اضافت لنا لمسات يعني جدا مهمه كيف نتعامل مع الاعلام حتى في وصول رسائلنا واهدافنا نعم. ولله الحمد. فبعد الفوز كل واحد خلاص حس انه انتهى فترة الاستعداد لازم الحين يبتدي مثل ما قلت يضع بصمة، فكان نعم. هاي هدفي ولله الحمد. الحمد لله. يعني نبي نتكلم دكتورة عن يعني كيف توفقين ما بين حياتك الشخصية ووظيفتك الأساسية كونك كدكتورة وبين عضويتك في مجلس النواب؟ أنا بقول لك لو لما يكون واحد في حياته الزوج متفهم نعم. جدا يعني لله الحمد يعني معنا زوجي مو طبيب هو مهندس، لكن حتى وأنا في دراساتي يعني كنا في الزواج وأنا العيال كان يعني المساند الداعم. يعني في فترة كان عندي دورة في أمريكا لازم أحضرها، خذ إجازة تفرق من العمل بدون راتب وراح معاي عيالي صغار، كان هو اللي راعيهم وقال انت معلش خليك بس في دراستك ابيش ترجعين ان انت الله يديم عليكم يا الله يديم الله الحمد لله. في كل صراحه اقول لك نجاحي بدون وقفه زوجي ما كنت بقدر انجح. يعني المراه اذا حصلت ابو او زوج او اخو او ابن يوقف معاها سوف تفعل المستحيل ودائما ينظر نجاحي نجاح يعني ينظر نجاحي مو انه غيره، بالعكس يحس نجاحي من نجاحها نعم فنوقف بعضها.
في احنا في بداية حياتنا لما ابتدينا نرتبط قلت لما ان انت مجال انت في جامعة البحرين استاذ قلت له ان انت تاخذ التعليم وانا اخذ مجال الصحي، فكان يوقف يعني يمكن مو مثل الامهات اللي قعدت مع عيالها وحكت يوفها ودرست. صراحه زوجي يقوم بهاي العمليه، انا اقوم، كنت نوزع المهام، كنا نكمل مع بعضنا بعض. نعم. المراه اللي تحصل هل البذره وهل الهايبر مستحيل ما تنجح. نعم. فحتى عيالي يعني كبروا وفهموا، حتى لين ارجع من الشغل يسالوني اما عليك وظيفه منوبه؟ لا. عندك جمعيه شيء؟ لا. بعدين يقول ما نبيها اللون، يعني حتى عيالي زرعت فيهم كل واحدة دور ما شاء الله، وخليتهم عشان لما يطلعون أبين بعد يحبون العمل التطوعي، يعني ما يحسون هذه مهمة. يعني أحلى شيء تزرعينه. إيه نعم. دكتورة طبعا إحنا عرفنا إنجازاتك كثيرة، بس شنو الإنجاز اللي عزيز على قلبك؟ يعني مثل ما ذكرتي أشياء وايد، يعني أنا أقول أفضل إنجاز هذه عيالي، الحمد لله أفتخر بها. نعم. عندي لله الحمد أمينة العودة الحين عندها ماستر في الإرشاد الأسري ما شاء الله، وعبد الله آي تي في موظف الحكومة الإلكترونية، وعائشة ماستر في القانون الدولي والجرائم الإلكترونية. هذه يعني أقول لك لو تسأليني أحلى شيء، أحلى شيء. إذا نسينا كدورنا أمهات وذي، بس أشوف المجال العملي هما حصراحة هما اللي جميل. يعني دكتورة شوي نبي رايك، شلون تقيمين مثلا خوض المرأة للمجال السياسي في البحرين؟ هل لها فرص مثلا متاحة؟ انا اعتبر هذه ترى احنا في عصر ذهبي، يمكن انتم يعني يمكن وصلوا 6 الى النواب و4 للبلدي، ترى العالم كله ما حد يسوي بدون كوتا، يعني انا بقيكم توصل لكم رسالة. نعم. احيانا الدول الاجنبية لحين يعانون في فرق بين الأجور بين المرأة والرجل، لحين هاي العصور. نعم. هذه الدول الغربية. نعم. احنا عبالنا هم غالبيننا، هم لو نشيل الكوتا من عندهم كم واحدة سوف تصل؟ يعني شوفي لما يعني صارت منافسة بين هيلاري كلينتون ترى ليش ما فازت؟ عندها كل هذه، ترى الحين عندهم نظرة دونية للمرأة، ما عليكم من الإعلام وهذه. احنا البحرين بالذات اللي خذت على عاتقها ان ما تبيت خذت شيء اسمه تكافؤ الفرص. لما اقول تكافؤ فرص ويا كوتا معناته انا لعبت شيء لعبه تناقض رسالتي. صحيح. فانت انه توصل الحين المراه كنا وصلت يعني احنا على ايامنا 4 من 40 10% الحين 6، وهاي كلها بتكون كوتا، يعني انه يكفي ان الرجل يروح هو يصوت حق المراه باقتراع حر، ترى ما صارت ولا اي دوله في العالم. صحيح. احنا نفتخر ان احنا بحرينيين. اي فانا متوقعه بعد 4 سنوات بتكون بعد وصول المراه بنسبه اعلى واعلى، لان في خلال هاي السنوات الاربع بتراويهم المراه شنو انجازاتها، فبيكون شيء عملي يعني بيكون طبعا. دكتور احنا اول شيء وايد نفتخر فيك، واحنا شرف لنا ان انت جايتنا الاستوديو. الله يسلمك. وطبعا بمناسبه يوم المراه البحرينيه، شنو توجهين كلمه للمراه البحرينيه؟ أول شيء أوصل يعني أشكر الأميرة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة الملك على تحديدها يوم الأول من ديسمبر هو يوم المرأة البحرينية، يعني العالم كله يحتفل بثمانية مارس يوم العالمي، إحنا عندنا يوم خاص. هذه أنا أهنئ كل امرأة من سمو الأميرة إلى كل فتاة ولدت اليوم إلى هذه اللحظة فهي مميزة لأنها بحرينية. نعم الحمد لله. فهذه إذا كان عندها هذا الانتماء وهذا الولاء فبتكون فرص يعني ورود من فرش لها ورد أحمر على ما توصل إلى سن العطاء. نعم. مشكورة جدا على تواجدك وشرفتينا. نورتينا. ونورتينا. مشكورة شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم.
رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. تمكنت المرأة البحرينية خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز العقدين من الزمن من تعزيز مشاركتها في المجال السياسي وفي مملكة البحرين وتحقيق إنجازات بارزة في المجال التشريعي والعمل البلدي وتطوير تجربتها في هذا المجال الحيوي. خلونا نتابع هذا التقرير مسيرة المرأة ومشاركتها في صنع القرار. راجعين لكم من جديد. تعددت مشاركة المرأة في الحياة العامة وشاركت جنباً إلى جنب مع الرجل منذ مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي في الانتخابات البلدية بحسب الوثائق التاريخية التي أثبتت أحقية التصويت لأي امرأة تملك عقاراً مسجلاً باسمها، كما شاركت في أول انتخابات للهيئة البلدية المركزية عام 1951، وتزامنت هذه المشاركة الفاعلة مع مساهماتها الواضحة في المجتمع من خلال انخراطها في تخصصات نوعية تركت بصمة واضحة في مجالات عدة. يأتي تخصيص يوم المرأة البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي التي تشكلت ملامح مشاركتها الأولى ضمن أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينيات من القرن الماضي، وتزامناً مع مرور ما يقارب 20 عاماً على دخول المرأة البحرينية لمجلس الشورى المعين و15 عاماً على دخول المرأة للمجالس التشريعية والبلدية المنتخبة وصولاً إلى عام 2001 الذي يعتبر الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على كامل حقوقها في المشاركة السياسية. مشاهدينا، مسيرة حافلة بخطوات ثابتة وبناءة لمشاركة المرأة منذ القدم وجهود واضحة لعمل المرأة في المجال البلدي أثبتت من خلاله كفاءتها وتميزها في كل مهمة توكل إليها، وأكدت بحضورها القوي وعطائها الفاعل والمستمر على النهوض بعمل بلدي أفضل لخدمة الوطن. نرحب بضيفتنا اليوم الدكتورة مها الشهاب، عضو أمانة العاصمة. نورتينا وكل عام والمرأة البحرينية بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير وكل عام والمرأة البحرينية بخير. إذا ممكن نبتدي بتجربتك، تجربتك في العمل البلدي. إذا تسمحين لي قبل لا أبتدي بتجربتي أحب أهنئ جلالة الملك حفظه الله ورعاه على العرس الديمقراطي والمشاركة الشعبية الواسعة اللي أكدت التفاف الشعب حول القيادة الرشيدة وتمسكهم بالمشروع الإصلاحي إن شاء الله. وطبعاً أوجه تهنئة من القلب إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها، راعية المرأة في البحرين والتي مضت بنا قدماً إلى رحب أفاق أوسع مما كنا نطمح إليه أو نطمع فيه في يوم من الأيام. تجربتي في العمل البلدي حقيقة كانت تجربة ثرية إذا صح التعبير من الناحية الإنسانية ومن المهنية أيضا. العمل مع الناس وفي خدمة الناس هو شرف كبير جدا جدا، فعندما نوظف طاقاتنا وعلمنا ومجهودنا لخدمة الوطن وخدمة المجتمع البحريني فهو يستاهل منا الكثير. أضافت لي الكثير يعني من حيث مثلا أنه أشياء كثيرة أنا عملي كطبيبة سابقا ما كنت أتطرق لها، ولكن التخطيط الاستراتيجي لإيجاد بيئة صحية وسليمة للمجتمع البحريني، تطوير منظومة القوانين البلدية، زيادة الاستثمارات البلدية، الحفاظ على البيئة، أمور كثيرة جداً جداً. المساهمة في تطوير التخطيط العمراني واللهو سمة حضارية لكل البلدان، وإحنا لا يخفى عليكم العاصمة هي واجهة البلد الحضارية. نعم. فتستحق كل الاهتمام. نعم. نعم يعني دكتورة نبي نتكلم عن المجلس الأعلى للمرأة، شنو يمثل لكم دعم المجلس الأعلى للمرأة؟ منذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة وضع المجلس الأعلى للمرأة خطط وبرامج واستراتيجيات لتمكين المرأة في شتى المجالات. نعم. وبالتالي طبعاً الاهتمام رفيع المستوى من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم حفظها الله ورعاها، حرصت على متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجيات، بالتالي عزز ثقة المرأة البحرينية بنفسها. المرأة البحرينية كفأة
المرأة البحرينية تلقت التعليم قبل قريناتها في المنطقة. المرأة البحرينية خرجت إلى مجالات العمل قبل قريناتها في المنطقة، طرقت أبواب مهن لم تكن شائعة للمرأة قبل قريناتها في المنطقة، فحري بها هذا التفوق، حري بها هذا التميز. مع وجود المجلس الأعلى للمرأة أعطى المرأة البحرينية حماس أكثر للمضي قدما وبذل المزيد من المجهود. عندما يحظى المرء بكل هذا الدعم ولا يمكن أن يستفيد من هذا الدعم على الشكل الأمثل، فبالتالي الحمد لله رب العالمين، مثل ما شفنا إحنا اليوم إقبال المرأة البحرينية على الترشح وعلى التصويت في الانتخابات، مشاركتها الواسعة إن دل على شيء فإنما يدل على وعي مجتمعي كبير، ودور المرأة في التنمية شيء لا يمكن تجاهله أو إغفاله حقيقة. نعم. إذا ممكن تكلمين أستاذة مها عن دور، شو ممكن نفعل دور المرأة في المجلس البلدي؟ هو مفعل إن صح التعبير، وأنا متحمسة. نفعل دور المرأة، المرأة أعطيت الفرص مثل ما تكلمنا، المجتمع البحريني تجاوز الآن موضوع تعزيز أو تقوية المرأة مع وجود تكافؤ الفرص والسياسات الأخرى. نعم. التي حظينا بها من المجلس الأعلى للمرأة. المرأة في العمل البلدي قريبة من القلب، يعني إن كانت مهندسة، إن كانت مفتشة، إن كانت في الرقابة والتفتيش، مهندسة زراعية، إن كانت عضو مجلس بلدي، إن كانت عضو مجلس أمانة، فهي قريبة وكل يشارك بحسب اختصاصه وحسب قدراته. ما يمكن من خلال تطوير المنظومة البلدية والارتقاء بالعمل البلدي إن صح التعبير هو مزيد من الجهد من المرأة ومن أخيها الرجل جنبا إلى جنب. نعم. يعني دكتورة برايش، كيف تبلورت رؤية أو تفعيل المرأة في خوضها المجال البلدي؟ أصبحت خبرة تراكمية، أصبحت مخضرمة في هذا المجال، أصبح لديها إرث من الخبرة تستطيع من خلاله أن ترسم استراتيجية جديدة لمستقبل أفضل، فبالتالي هي خبرة تراكمية إن صح التعبير. اليوم لما ننزل إحنا، أنا بعطيكم مثال، مثلاً إحنا مثلاً في مجلس أمانة العاصمة، نعم. التواصل مع الأهالي هو غاية في الأهمية، لأنه هذا حقيقة ما يبرز جهود. إذا كنا نعمل من خلف المكاتب فهذا شيء لا يمكن أن يكون ناجح. التواصل مع الأهالي، المرأة قريبة من الناس. نعم. يعني أنا أستطيع القول مثلاً لما أنزل المنطقة ونكون لجان أهلية من أهل المنطقة، نجلس مع المرأة البسيطة ونجلس مع الرجل المسن الذي يمشي في الشارع وتنزل تشوف احتياجاته. عندنا مجلس أسبوعي يرتاد كل الناس من جميع الأطياف، من كل العاصمة اللي هي مترامية الأطراف، 121 مجمع سكني. دائماً وجود المرأة يعطي شيء من ما أعرف ماذا أسميه، بس يعطي، يكون وجود محبب. هي بسيطة، مبتسمة، بشوشة، مرحبة، لديها قبول، وهي حريصة على الاستقبال الناس بشكل جيد والقيام على خدمتهم. فبالتالي وجود المرأة أنا أعتقد أن أضاف كثير للعمل البلدي، هي صبورة ومحبة، ودائما لما يكون المعترك صعب شوي تبذل المرأة مزيد من الجهد لإثبات ذاتها وكفاءتها. نعم. بالنسبة لذلك تحسين ما هي أبرز إنجازات المرأة في المجالس البلدية؟ كثيرة. يعني إذا قلنا الإنجازات دائما طبعا الاختصاصات البلدية، هناك اختصاصات بلدية أصيلة. نعم. تخص العمل البلدي، وهناك اختصاصات متشعبة، يعني تكون بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، فبالتالي الكل يشارك في نجاح هذه الإنجازات. المرأة لوحدها لن تستطيع أن تنجز، كفاية وجودها اليوم وثقة المجتمع البحريني بقدراتها وأن ذهب وصوت لها وعطاها صوته. وأحنا نفخر أيضاً في مجلس أمانة العاصمة بالثقة الملكية السامية التي تثق بقدرات المرأة، وبالتالي تختار إناث ونساء لعضوية مجلس أمانة العاصمة. فإنجازاتها هي في قدرتها على التواصل، في قدرتها على العطاء، في قدرتها على أن ترسم الملامح العامة للخدمات المقدمة للأهالي، وبالتالي تكون حرصاً على وجودهم وعلى خدمتهم في كل الأوقات. فالإنجازات إذا نتكلم 1، 2، 3 أنا بتكلم كثير أشياء. مثلاً نعطيكم مثال، ظاهرة الباعة الجائلين. نعم. الكل يشتكي من ظاهرة الباعة الجائلين. إذا نتكلمنا أخذناها في مجلس أمانة العاصمة على عاتقنا، وأنا أتكلم كعضوة امرأة إن صح التعبير. نحن نحب أن نرى العاصمة جميلة. نعم.
لا تشوبها شائبة، نحب أن نرى الأمور مرتبة ومنظمة. فتقدمنا مثلاً، عملت على قرار لتنظيم عمل الباعة الجائلين، مثلاً حملة عاصمتي أجمل، المرأة تحب الجمال، أنا أحب أن أرى السلوكيات الإيجابية في المرافق العامة وفي الحدائق والحفاظ على النظافة والبيئة. فبالتالي حملة عاصمتي أجمل هي بمشاركة الرجل، لكنها إذا تكلمنا عن إنجاز المرأة فهي تحسب أيضاً للمرأة. كثير وقيسي على هذا أشياء يعني كثيرة. دكتورة، بنتكلم عن المرأة والرجل، يعني المرأة مكملة للرجل، فكيف شاهدتي مساندة الرجل للمرأة في هذا المجال؟ على أعلى مستوى حقيقة، الاحترام هو سمة الرجل البحريني. نحن مجتمع متحضر، نحن مجتمع راقي جداً جداً جداً، لا يمكن للرجل أن يلفظ وجود المرأة معه في العمل على النقيض تماماً، مساند ومشارك، وهي علاقة تكاملية مثل ما تفضلتي أختي عايشة، لأنه في النهاية هما عنصرا التنمية، فبالتالي لا يمكن للتنمية أن تستمر دون وجود الرجل والمرأة. فكل المساندة وكل الدعم وكل التشجيع من أخواتنا الرجال في العمل على جميع في جميع المجالات، سواء كان داخل المجلس أو خارجه حقيقة. دكتورة، كونتك يعني فعالة في هذا المجال، إذا ممكن تخبرينا شنو التحديات اللي ممكن تواجه أو للحين تواجه المرأة في المجالس البلدية في العمل البلدي؟ لا يوجد تحديات خاصة بالرجل وتحديات أخرى خاصة بالمرأة، نحن نتكلم عن علاقة تكاملية في النهاية، وقدرة المرأة وكفاءتها هي من توصلها إلى النجاح. إذا كان هناك من تحديات فهو تحدي المرأة لذاتها لإنجاز أكبر عدد من المشاريع في مدة زمنية قصيرة، وأنا أعتقد هذا نوع من الاسترس اللي طبعاً في الطب عندنا أنواع من الاسترس، في عندنا الإيوسترس وعندنا الدسترس. الإيوسترس هو الضغط المحبب اللي يدفعك لبذل المزيد فتعطين على حساب الوقت ولكن لإنجاز شيء مشرف. التحديات هو أن نريد، أنا شخصياً الآن العالم كله يتحدث أو يطمح إلى وجود المدن النموذجية. العاصمة والبحرين عموماً هي جاذبة للكل، فبالتالي نعمل على مدن نموذجية. التحدي أن نصل إلى المدن الذكية. هناك تحدي نجحنا في أولى لبناته الأسبوع الماضي بحصول مدينة أم الحصم على أول مدينة صحية في مملكة البحرين، وإن شاء الله هذا الموضوع راح يستمر برعاية معالي محافظ العاصمة والجهات ذات العلاقة ومن ضمنهم طبعاً أمانة العاصمة، في الوصول إلى أن نضع كل المحافظة كمحافظة صحية على خريطة العالم ومنظمة الصحة العالمية. نتكلم عن مدن ذكية، مدن صديقة للبيئة، فهذا التحديات بالنسبة لي، أتمنى أن نصل إلى هذه الإنجازات بإذن الله تعالى. يعني دكتورة أثلجتي صدرنا بهذا الكم الهائل من الثقافة اللي عندك، يعني دكتورة كل شكر على وجودك معنا اليوم، نورتينا، وكل عام وانت بألف خير. كل عام وأنتم بخير، كل عام والمرأة البحرينية أكثر نجاحاً، أكثر تألقاً، أكثر إشراقاً، هي أم لبناء جيل مستقبل زاهر وواعد للبحرين بإذن الله. شكرا لكم. شكرا على وجودك اليوم معنا. مشاهدينا، وصلنا لختام حلقتنا، لكن عايشة ما شاء الله الحلقة تنمي شعور الفخر فينا. نعم. خلينا ما نعرف نتكلم صراحة. فمشاهدينا، هذه ختام الفترة الصباحية، وكل عام والمرأة البحرينية بخير، وتكون إنجازاتها محور نجاح المجتمع البحريني ومكمل له. شكرا على المتابعة. شكرا لكم مشاهدينا، وأنا حابة قبل لا أختم يعني منال أن أنا أنتهز الفرصة مشاهدينا بأرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. نشكرها جزيل الشكر على تخصيصها اليوم الأول من ديسمبر للاحتفاء باليوم بالمرأة البحرينية، وخصصت هذا اليوم وسمتها يوم المرأة البحرينية. يعني احنا نشكر جميع النساء العاملات أو ربات البيوت، يعني شعار جدا جميل ليوم المرأة البحرينية، قرأت، تعلمت، شاركت، واحنا اليوم قاعدين نشارك معاكم مشاهدينا بالاحتفال بيوم المرأة البحرينية. كل عام وأنتن بألف خير. مع السلامة. في أمان الله.